الخير مشاهدينا وين ما تكونون، صباحكم إن شاء الله بركة ونشاط. وطبعا النشاط شوي قل في نهاية الأسبوع واليوم خميس، وإحنا دا ننتظر شو تصير ساعة واحدة ثنتين، حتى خاصة الموظفين ينتظرون هذا الوقت حتى يرجعون البيت ويأخذون خوش إجازة. صباح الخير إجازة بالنوم تحديدا. أي طبعا. يسعد صباحك أريج، وصباح الألوان الحلوة وفوائد ألوانك أحلى أكيد جدا صيفية، يعني اليوم الألوان كلش لطيفة. يسعد صباحكم مشاهدينا، نتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة، وأكيد نتمنى لكم ويكند حلو تقضون به أوقات حلوة مع من تحبون. وهذه حلقة جديدة من صباحكم، والبداية من آخر وأهم الأخبار. طبعا في أول أخبارنا لهذا اليوم من إجراءات الحكومة بملف السياسة السكانية، حيث أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إطلاق الوثيقة الوطنية المحدثة للسياسة السكانية، كما بين أن الوثيقة عدها مختصون وأكاديميون بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. نعم، ووجه السوداني مؤسسات الدولة بالتعامل الجاد مع متطلبات الوثيقة الوطنية برسم السياسات التنموية التي تضمنت أهدافا تمس محاور الوثيقة 11 في التعليم والصحة والتمكين، وكذلك رعاية الفئات الهشة والهجرة وإرساء القيم والتماسك المجتمعي. وإلى وزارة التجارة التي أصدرت توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية عن بعض الفئات، حيث أوضحت أن القرار سيطبق على كل من يتقاضى راتب بأكثر من 2 مليون دينار. نعم، الوزارة أوضحت أيضا أنها خاطبت الوزارات لمعرفة رواتب الموظفين، كما بيّنت أن أي تأجر تاجر مسجل في دائرة الشركات سيشمل بقرار استقطاع أو حجب البطاقة التموينية، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء والمهندسين والصيادلة. طبعا احنا باقيين بالاوضاع خلينا نقول السياق الاقتصادي والتجاري، ومن ضمنها موضوع رواتب الموظفين العراقيين، حيث كشف موقع عالمي خاص بالبيانات الاحصائيه ومستويات المعيشه في دول العالم عن متوسط الدخل الشهري للمواطن العراقي، حيث انه لا يتجاوز $600 فقط في الشهر الواحد. واكد موقع تومبيو ان متوسط الدخل الشهري للمواطن العراقي في العالم أو العام الحالي بلغ $544، حيث جاء العراق في المرتبة السابعة عربيا، بينما حلت قطر بالمرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا ضمن التصنيف. يمكن الكل متوقع يعني هيجي نتيجة أريج ماكو مقارنة، يعني احنا إذا نقارن بدول مثل قطر وغيرها يعني صح. تنظلم. أنا أقصد على قطر بالتصنيف أكيد. يعني هو واضح هذا الشيء يعني, نعم. نسبة السكان صح. والخيرات اللي موجودة نعم. بالبلد أيضا نعم. يعني أكو فرق كبير بين النسبة السكانية بالعراق نعم. طبعا أخيرا أعلنت وزارة الصحة أنها ستباشر خلال الأيام 10 المقبلة بنظام التسعيرة والتتبع الدوائي، ولفتت إلى أن الحكومة والوزارة جادة بتطبيق مقررات مجلس الوزراء والتي تهدف إلى حماية المواطن. نعم أريج، وأكدت الوزارة بحسب بيان لها أن التعليمات صدرت وتهدف إلى تنظيم سوق العمل الدوائي بالقطاع الخاص من أجل توفير دواء آمن خاضع للشروط الصحية. طبعا مشاهدينا احنا من الاخبار المحليه والخدميه نروح نشوف شنو اخبار الحاله الجويه ودرجات الحراره في بغداد وعموم المحافظات لهذا اليوم. مشاهدينا، من نشرة الطقس نروح إلى حركة المرور في شوارع العاصمة بغداد، وتحديدا اليوم الخميس لصباح هذا اليوم. أكيد إحنا في بداية مشوارنا الصباحي دائما عندنا فقرة الرياضية اللي دائما يرافقنا بها زميلنا كابتن عبد الله. خلينا نشوف شنو مجهز لنا من تمارين منزلية كثيرة ممكن واحد يقدر يقوم بعملها بالبيت. خلينا نشوف. صباح الخير مشاهدي قناة UTV، فقرة رياضية صباحية جديدة وياكم كابتن عبد الله مدرب لياقة بدنية. اليوم التمارين راح تكون تمارين البادي ويت، تمارين وزن الجسم فقط. راح نبلش تمارين حماة بسيطة، راح ناخذ من 30 ثانية إلى 40 ثانية، شوي شوي نزيد بالسرعة مالتنا. آخذ نفس شهيق زفير باستمرار، شوي شوي أزيد بالسرعة مالتي. راح نبلش باول تمرين اللي هو جامن جاكس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3. راح نبلش هسه تمرين السكوات. اب 1 2 3 4 5 6 7 8 شيخ زهير باستمرار. هسه راح نستخدم سكوات جاكس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 زين. هسه راح اكون ثابت، اسوي لانجز خلفي. 1 شيخ زفير. 2 هسه راح انزل اسوي بوش اب، بوش اب الطبيعي. 1 2 ما اقدر اسوي بوش اب. راح اختم تمرين الكلاين بار. نختم فقرتنا لهذا اليوم. التمارين كانت 5 اكسرسايز، راح نعيدها من 4 جولات الى 5 جولات على التايم، من 30 ثانيه الى 40 ثانيه. نختم وياكم ونرجع وياكم للاستوديو. شكرا جزيلا كابتن عبد الله، شكرا لكل هذه التمارين اللي ممتعه، يمكن اي شخص يقدر يسويها اذا بالجيم واذا بالبيت. مشاهدينا باقيين ومكملين وياكم، راح نروح الى فاصل ونرجع لكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. يؤكد خبراء التجميل أن جمال الأسنان يلعب دورا هاما في اكتمال جمال الوجه، ولهذا السبب يتجه الكثير من الناس اليوم لمعالجة الأسنان وعمل ابتسامة هوليوود وغيرها. هذا الموضوع راح يكون محور فقرتنا القادمة، ابقوا ويانا. اليوم راح نحكي أكثر عن ابتسامة هوليوود وكيفية العناية بها وطرق وأنواع الأسنان ويا الدكتور صباح النوري. أهلا وسهلا دكتور، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بك دكتور. طبعا دكتور، أول مرة أشوف دكتور أسنان مسوي الابتسامة. أنتوا دائما تسوون الابتسامة بس ما تسوون أنتوا. وين واحد من يكون عنده ثقة بالمادة اللي يشتغل بيها وثقة بالتيم اللي وياه وثقة بنفسه يحاول يجرب الشيء على نفسه وبدون ترى. بس من ما عندي ثقه بالشيء او ما عندي ما حجرب على نفسي، بس من اكو ثقه لا اجرب على نفسي واشوفه. وانا هاي اسناني مسويها بال 2016. صممت بس انا الديزاين والشباب اللي ويا التيم اللي عندي هم اشتغلوا التحضير والتركيب وكل سيستم هم اشتغلوا. ممتاز. بس دكتور اليوم تقنيات هوايه بعالم الاسنان وخاصه ابتسامه هوليوود، واكو بها انواع الفينير واللومينير، فيا ريت لو شوي تحكي لنا عن تفاصيلها، ايش قد حلت مشكله كبيره لنا؟ هي يعني اذا نقول احنا بالعاميه السمايل هوليوود او ابتسامه المشاهير عباره عن بحر، لان يعني طلعت هوايه شغل، هوايه فيرجنات وهوايه براندات وهوايه مختبرات، بس هسه احدث شيء بدنا نشتغل عليه هو النظام الرقمي. يعني نصمم ديزاين رقمي للابتسامه ونظام ونشتغل عليه ونصمم المراجع يختار هو تفاصيل اسنانه، كطولها، كحافات شفافه، كديزاينها، كتكستشر بوجه الاسنان، يعني تفاصيل السن حتى نقرب اكثر الى الطبيعي وعلى اساس نصمم الابتسامه. بنفس الوقت لها عده امور، يعني اكو ابتسامه من الابتسامات اللي انا اعتبر من العدو لها اللي هي الحشوات التجميليه، وانا هوايه نزعل واحكي عليها، هي نظام خطه علاجيه مو خطه تجميليه. يعني عندهم مثلا كسر باسنانهم، عندهم فراغ بسيط، يريد يعالج اسنانه بدون ما يسوي ابتسامه، يسد الفراغ. اي فنعالجه بالحشوات التجميليه بنفس لون السن. حاليا دا اشوف هالدعايات اللي تصير، وهاي عجينه حاطيها على وجه الاسنان بيضه فوق وجوه بدون اي تفاصيل، على بها ابتسامه هوليوود. طبعا هاي من المصايب اللي تصير. صحيح. نظام الابتسامه اكل بدون برد واكل برد واكل برد القليل. نعم. البدون برد اللي هي تجي لينس عدسه بدون ما ناخذ اي شيء من الاسنان. والمراجع هو يختار شكل اسنانه والتفاصيل والديزاين واللون. الحال كانت الاسنان جاهزه لاستقبال هذا الشغل، ما عنده اي مشكله. بالضبط. فقط اذا عنده مشكله لون او مشكله احنا نسميه كراودنج، تقدم بسيط او تاخر بسيط بالاسنان. بالضبط. وما رافض هو فكره التقويم. نعم. نقدر نسوي له ابتسامه بدون برد. البرد القليل له حالات خاصه نشتغل عليها، اللي ناخذ فقط من وجه السن 0.5 مللي ونعوضها بلينس بعدسه. البرد الكامل هاي تشمل الحالات اللي عندهم حشوات جذر، تسوسات كبيره بالاسنان، مشاكل هواي بالاسنان، ما حنقدر نسويها بدون برد. تقدر اكيد تقول مثل ست ايه شلون مسوي؟ وانا مسوي اسناني ترى برد همين. برد كامل؟ برد كامل بس يعني معتمد على البراند. يعني هسه هي متعارف عليها. يعني من نسولف احنا نقول مثلا نحكي على السيارات، الالمانيه معروفه والكوري معروف والصيني معروف، بنجي عليها ثلاثه شركات تصنع سيارات وسيله نقل، بس شركه عن شركه عن شركه تختلف. نعم. الاسنان نفس الحاله، اكو براندات لها اسمها تنطي ديزاين مال اسنان يمشي في 20 25 سنه، واكو شركات تعطي ديزاين مال اسنان او ماده مال اسنان تشتغلها تمشي سنه سنه ونص سنتين. نعم. فهذا الاختلاف بيناتهم بين شركه وشركه. انت اليوم تقول انه التجميل مالت الاسنان صار ب الرقمي. شنو؟ الديزاين الرقمي. الديزاين الرقمي، تمام. الديزاين الرقمي بمعنى انه راح تكون نسبه الخطا يعني 0%، صح؟ صح. بالتصميم ما نقول 0%، يعني حتى لو 10%، 10 ماكو قوه بالكون تعطي نتيجه نجاح 100% بكل شيء. صحيح. بس هي يعني تقريبا مستوى الكمال. الفرق عن سابقا مثاليه هواي هواي. يعني هسه انا اقول لك اياها، هسه انا اول مركز اعلنت عليه بالعراق نستخدم الذكاء الصناعي بالابتسامه. يعني قبل كان يجي مراجع اقعد ببرد اسنانك او ما ادري ايش، خذوا له طبعه ودزوها المختبر، يجي هذا كله راح. هسه يجي المراجع ناخذ له اول شيء صور للاسنان، فيسنج وصورها من الوجه، وناخذ له اذا احتاجينا نظام سي بي سي تي حتى نطلع الهيكل العظمي الداخلي نعم. كليته، وناخذ له طبعه رقميه ندمجها كلها سوا، اصمم له ابتسامه، يلبس نظاره الميتافيرس حيشوف ديزاين ابتسامه مالته رقميه بصوره كامله. والله دكتور طول لي، صغر لي، هاي عجبتني، هاي ما عجبتني، هيجي اختار تصميم، وراها نبلش بالتريتمنت بلان او الخطه العلاجيه البقيه اللي حشوات وهاي يلا بالاخير ابلش. هذا النظام الجديد هو يستخدم الذكاء الصناعي بالابتسامه اللي يعتبر الحمد لله انه انا اول مركز بالعراق نستخدم هذا النظام. ما نقول هو نعم. كامل 100%، 99 95%، بس مشي وياي شغل وبدنا نطور به بعد حتى وصل ان شاء الله 100%. ان شاء الله. دكتور اليوم احنا بمفرق طريق مثل ما يقولون، الناس تريد تحصل ابتسامه حلوه، بس احنا بهذا الجانب ايضا يقابله عندنا ناس هي ما محتاجة أسنانها أنه تسوي ابتسامة، يعني ما شاء الله من الوراثة عندهم أسنان نظيفة وممكن تحتاج تنظيف مستمر صح. وكذا. فهنا الدور اللي يكون على الطبيب لما يجي المراجع وكذا أنه أنا أريد أسوي ابتسامة، شلون نحط معايير مرتبة نخلص المراجع من الهوس إلى أنه أرجوك أنت ما تحتاج، كل اللي تحتاجه هيك تكات بسيطة وخلص. والله إيش قد أكو ناس هي ما تحتاج أساساً كومة. يعني حالات تجيني حتى هو صار ترند، مو بس هاي، حالات تجيني وطلعوا وزعلوا وقالوا شو علي ليش ما تشتغلون؟ يعني طبعا الاسنان اوكي، البياض بياض طبيعي، يعني حتى عندي حاله من الحالات ماخذ لها صور الاسنان، نظام الحافات شفافه ربانيه موجوده بالاسنان. اجت البنيه تريد تسوي ابتسامه، عمود عندها السن الاماميه شوي هذا صعد، تقويم شفاف اسويها ما اقدر ابتسامه. لا الا يا اسنانك اوكي وحلوه بيضه ومرتبه وديزاينها تمام، ماكو داعي. انا عجبني اسوي ابتسامه رافضه التقويم لحد ما قنعتها بشغله التقويم الشفاف نسويها حتى نعدل بس هذا العوجات شويه، كلش تعبت. واكو حالات طلعوا وزعلوا ان هم اسنانهم ما بيها شيء بس جاي يسوي ابتسامه، هي الغايه من الابتسامه حصل اسنان يعني نقول بياض طبيعي او بياض قوي حسب اختيار الشخص. وديزاين غير الاسنان، زياده اسناني اوكي وما بيها مشاكل وما عندي فد يعني نقول تسوسات بالاسنان، ماكو داعي اسوي ابتسامه. نعم. يعني العقل لازم نحكمه بكل شيء بس غلط بهالشيء. نعم. دكتور اكو مواد كثيره لابتسامه المشاهير من ضمنها الايماكس والزارجون، واكو يمكن تقنيات هوايه يا ريت لو تعرفنا عليها. تعتمد على الانظمه، اكو مثلا السيراميك واكو الزارجون. السيراميك بعده معمول؟ بعده معمول بس هو قديم، بس مو سيراميك. عندك حالات خاصه مثلا اذا سن طاحن وكان حشوه جذر وسن بالاخير حتسوي زرقون، زرقون احتمال معرض للكسر نفسه لان هذا كسر اخير ما يتحمله. لا اقصد على الابتسامه الاماميه. لا هو الزرقون والايماكس اكيد، واكو تعتمد على التقنيات، يعني مثل تقنيه 3 ام فينيرز، تقنيه 3 اس دي، غيرها. هذني التقنيات الجديده. شنو هاي التقنيات؟ يعني هاي تصمم لك ابتسامه بدون ما نبرة الاسنان. تعتمد على الطبيب اللي حيشتغل الديزاين الرقمي وعلى المختبر نفسه اللي حيشتغل، يعني اكو مختبرات يعني تخلي الطبيب يكون يتواصل وياها ويقول له انا عاجبني هيك وعاجبني هيك وسوي لي هيك وطول، واكو مختبرات ما تقبل. نظام الثري انفينيرز المختبرات تشتغلها هي مختبرات المانيه وعندها فروع بالمانيا وبالامارات. يعني تخلي مساعده للطبيب تقول له شنو عاجبه المراجع، عاجبه كذا حافات شفاف، المراجع يختارها. هيك طول اسناني، هيك شكل اسناني، اريد هاي هسه الموديل الجديد اللي يصير ربد سمايل، ديزاين النساء اللي يسوون يطولون الاسنان الاماميه ويعطوها حافات شفافه. هذا المختبرات تخلي المراجع والطبيب يختار كل تفاصيله ويصممون على المراجع اللي يريده وعلى الطبيب اللي يريده. هسه وبدون ما نبرد الاسنان، يعني بعد شعور المراجع نفسه ضاج من الابتسامه، يريد يرجع اسنان نفس ما كانت. مجرد بالليزر تنشال اللينس العدسات ترجع ابتسامتها واسنانها نفس ما كانت. نعم، دكتور كل شيء نريد نحافظ عليه يحتاج عناية ويحتاج يعني مراجعات دورية وإدامات وغيرها من هاي الأمور. اليوم لما السن يتغلف أو ممكن أنه يتركب له سن كامل مثل ما ذكرت بالنوع الثالث أنت، في حال بردنا طبعا، العناية شلون إحنا نحافظ؟ هواية ناس يهمها الشكل وتنسى صحة اللثة، تنسى صحة الجذور، تنسى صحة الأعصاب وغيرها من هاي التفاصيل. شلون نحافظ على الابتسامة في حال سويناها؟ الحافظ على الابتسامه هو متعارف عليه. يقول لك يابا استخدم الماوث واش الغرغره وفرج اسنانك بصوره صحيحه هتحافظ على الاسنان. بس خيط الاسنان ايضا كلش مهم. اكيد خيط الاسنان، بس خيط الاسنان يعني درجه اهميتها بالنسبه اشوف الماوث واش الغرغره اهم من خيط الاسنان. يعني خيط الاسنان مرات بننظف فيه يعني سوري الاكل احتمال ما يسحبه يدفع على جو اللثه، مرور زي ما يتحول حامض يسوي لي التهاب هاي الامور كليتها. خيط الاسنان استخدمه بالاسبوع او بالاسبوع مرتين او 3 مرات كلش كافي. بس الغرغره عندي من اهم الطرق. ليش؟ انا بدي افرج اسنان تسوي ابتسامه. فرشه الاسنان ما تدخل بين الاسنان، فحتزيد لي نقدر نقول مقدار الحامضيه. فبنستخدم نقول نتمضمض بالماء او تمضمض الماوث واش لحتقلل الحامضيه زيد القاعديه فتقلل هاي المشاكل. الشغله الاهم اكو عالم تعجبها من فرج اسنانها يعني تتعارك ويا فرجه الاسنان ويا اسنانها بقوه انه كل ما حفرجها بقوه حانظف اسناني. حتنظف الاسنان. خاطئه. يعني اللثه كل ما افرجها بقوه الاسنان تبدي تتجرح، تسبب لي التهاب، تسبب لي مشاكل. نعم. فلا افرج صوره صحيحه واستخدم فرجه اسنان ناعمه، بالاضافه للمعاجين. معاجين معروف هاي بالفحم وبالاعشاب وهاي حتبيض لي. ماكو هيك. شلون نحافظ على لون الاسنان اللي الطبيب صنع لي اياه من لحظه ما سويت الابتسامه؟ تعتمد على نوعيه الماده مال الاسنان اللي حتتركب وعلى الطبيب اللي حيعطيني الماده، هاي نقطه رقم واحد، ونقطه رقم اثنين انه انا افرج اسناني بانتظام مره الصبح مره بالليل كلش كافي. العوامل الثانيه انه انا اشرب قهوه هوايه واشرب شاي هوايه واشرب هاي ماكو هاي اوكي صحيح. تاثيرها بس نقول تاثيرها خلينا نقول 3 5% 4%. نعم. بس يعني هسه انا مدمن كافيين قهوه وهاي استاسفها في 16 الحمد لله ما صار عندي مشاكل لان يعني ماشي على الانستراكشن معين تنظيف الاسنان فمشي على هالشيء هذا. بالنسبه لتبييض الاسنان خلي شويه نحكي على تبييض الاسنان الطبيعيه وتبييض الاسنان اللي تبييض الابتسامه. شلون واحد يقدر يعتني باسنانه بعد فتره من تركيب الاسنان؟ كتبيض اذا خلينا نسولف اذا نقول تبييض الاسنان الطبيعيه، تبييض هو حله تمبرري مؤقت، ماكو شيء اسمه تبييض حله دائمي. يعني انا حبيض اسنان حتبقى العمر بيضه، ماكو هيك نظام. نظام انا مثلا عندي فد حفله، عندي اجتماع، عندي شغل، عندي بدي اروح ابيض اسناني، تبييض احتمال يستمر اسبوع، اسبوعين، ماكسيموم 3 اشهر وراي يختفي. الاهم من هذا كليته كل ما ازيد تركيز الماده كل ما احصل بياض. بس بالمقابل اكو فد شيء لازم اكو ضريبه تندفع اللي هي المينا مال الاسنان اللي تتاذى تحسس الاسنان، فانا استخدم تركيز طبيعي، احصل درجه مال البياض احتمال مقبوله واحتمال تعتمد على درجه تصبغات الاسنان. اكو عالم بس ما ترضي اكو عالم تعتمد على درجه تصبغات، اكو عالم انه البيشنت من يضحك اوكي محصل البياض قوي بالاسنان، واكو لا يعني بقت اسنان نفسها اقول لك لا انت ما بيضت لي ما حصلت نتيجه، اعتمد على درجه تصبغات الاسنان. يمكن هم تعتمد على طبيعه الجسم، اكو اسنان سريعه التكلس. يعني هاي ندخل نظام الالعاب الحامضيه والقاعديه وطريقه الاكل، فاكو عالم تلقيها الكلس عندها واكو عالم ما تلقى اصلا عندها كلس، بس هو لازم بالنسبه للكلس تنظيف الاسنان كل 6 اشهر. مراجعه حتى الابتسامه تبيضها كل 6 اشهر؟ اي لازم، يعني الابتسامه انا كطبيب يعني الريكور ويا المراجعين عندي والبيشنت من يجي لازم سنويا راجعني، اشيك اسنان، اشيك اللثه، انا سويت ابتسامه وكملت مال انه اللثه ما تصير بها التهاب، لا احتمال يصير التهاب، مو الا من الاسنان، بيش مجرد سخن اكله شوي سبايسي التهبت اللثه، ملاعيمه صار عنده باد بريثنج او ريحه ما طيبه، فلازم ارجع للسبب او اقدر اتلاحق للمشكله من البدايه اقدر اعالجها لاي سبب إن كان. نظام الابتسامه بالنسبه للبياضات انه هي ماده صناعيه واريد ابيضها اكثر مواد ماكو يجي قانون. نعم. بس اختار ماده من البدايه بيضه او ديزاين حتى بيختار مراجعه تمشي. نعم. ايش قد ناخذ بالحسبان دكتور عفوا شكل الوجه ولون البشره وشكل اللثه واعرف الابتسامه؟ النظام الرقمي لحد الان يعني ليش يسوي النظام الرقمي؟ ايش قد هذه الاشياء تحدد يعني معايير الابتسامه؟ طبعا مثلا اكو يعني حالات يجوني مثلا انه نقول وجهه طولاني شوي وجهه طولاني شوي. نعم. وعاجبني والله اسنان ناعمه. ماكو هيجي ما اقدر اغير ديموغرافيه اسنان كامله، حسويها ناعمه حصل فراغات، صار فتحه بين الاسنان فالنظام الرقمي مثلا الذكاء الصناعي يعطيني هذا اقرب شيء مثلا لتقاسيم الوجه، ابدي انا اتلاعب شكل الاسنان، الطول، الديزاين مالتهن واشوف المراجع، يجوز ما يعجبه، يجوز لا، يعني مثلا نعطي الديزاين الرجالي يختلف عن الديزاين النسائي، الديزاين الرجالي طول عمره ايش قد ما اعطي ضخام بالاسنان تضيع، ليش؟ لان عنده هاي ضخامه هنا وهذا المقطع العضلات مال الشفه وهاي كلها ضخامه، الديزاين النسائي ايش قد ما انعم يعني اشوف حبك بيها ضخامه اللي هنا عندها نعومه الديزاين النسائي بهاي العضلات. فالديزاينات حسب الوجه يختلف من شخص لاخر حسب نظام يعني نظام الذكاء الصناعي نشتغل به والنظام الرقمي، فعلى الاساس يبقى الشخص انه عاجبه اكو هاي الحافه دائريه، هاي زاويه حاده، هاي هيك، بس مال يجين قلت لك انه هيك يريد اسنان ناعمه واسنان اكو امور يعني خطوات صح. لازم نمشي عليها ما نقدر نعوضها. اكو الكثير يعني من يفكرون انه يحاولون الى الابتسامه راسا يفكرون انه يريدون لونها ابيض ناصع، وهذا الشيء يعني هو اصلا منافي للطبيعه البشريه، يعني حتى لو كانت البشره بيضاء يعني مو مناسب ينشز ويا اللون من يكون فاقع. هو خليه يختار البياض الناصع، انا حجيب البياض الناصع بس مو هذا البياض اللي يستنشق، مو هي هنا الديزاين نشتغله، اكو بياض يسموه البياض اللؤلؤي. يعني انا زي انا اتقص مرات اصورها هيك فيديو بدون اضاءه بدون كل شيء، اطلع البياض اللولوي، البياض اللولوي يطلع الاسنان طبيعيه وبياضه بنفس الوقت بس تجذب نظر، مو هذا البياض الاوفر النشاز مال كومبوزيت دايركت فينيرز، لا بياض اللولوي انه انا ابوع على الابتسامه اسنان صحيه تبين لا تبين اسنان طبيعيه وبياضها يعجبني ابوع عليها وغيرها معلم وجه، واكو ديزاينات مال الابتسامه انا باوع اوكي مسوي ابتسامه بس ما يعجبني ابوع عليها مجرد بياض، واكو تفاصيل هي الاسنان تضحك من غيرها معلم وجه، هذا يعتمد على البياض اللولوي وعلى الديزاين وعلى الجليز نظام المختبر حيشتغل وشلون الطبيب يتعامل المختبر على الاساس. وحتى تقطيع الاسنان انه في حال احنا ركبنا سن والمساحه اللي موجوده بين سن وسن أنا صراحة هواية ما أشوفها بابتسامات الأسنان، يعني من الشخص يبتسم ما أشوف تقطيع الأسنان، يعني كأنه هيك بلوك أبيض مو يستخدموا النظام البرج الكامل يعني كل ما أسوي سبريتد الأسنان حط استاتيك أحلى وأعطي تفاصيل ديزاينات أحلى، بنفس الوقت أنا من سويت سبريتد توث أو يعني فصلت الأسنان ناس عن ناس وخليتها ديزاين الحفات شفاف يبين عندي أحلى، نهاية السن الفرة ويا اللثة تبين أحلى، يعني أنا عندي حالات شوي من أقعد مرات تعبان وين مكان استمتاعي أطلع ديزاين وأزوم أقرب على الصورة أشوف قعدة السن ويا اللثة تفاصيل الأسنان، حتى السن عندي حالات يكون السن الوجه مالته مزرف يعني بوراس احنا نسميه حتى يبين طبيعي، يقول المراجع ده يسولف واي شخص قاعد صفوح من يباع على اسنانه شوف كسرات بوجه السن وهاي يقول لك لا هاي صار طبيعي مستحيل تسوي اسنان صناعيه، هاي شغله ندق عليها. نظام ان نشوف الاسنان على قطعه واحده هذا نظام يجي جسر راسا قاعد اسنانك هاي شكرا جزيلا هذه اسنان تجاريه احنا ما نسميها بعدين يقوموا يزعلون هي مو اسنان تجاريه بس اكو يعني هذا خلينا نقول الفئه التجاريه من الابتسامات وهي فئه تجاريه انه انا اكو يعني اقول لك انا كل ما الشغله احبها كل ما حاستمتع بالشغل اللي حسويه، يعني من اقعد اسوي ديزاين رقمي انه طول 4 ساعات 6 ساعات او يعني انا عندي حاله من الحالات سنه و8 اشهر اشتغلناها سنه بنيه طفله عمرها 15 سنه جت هي ما عندها اسنان عم تشوف اولاد ما عندها انه اسنان فقط لبنيه ومركبه متحرك. سحبنا بدايه كانت التريتمنت بلان الخطه العلاجيه انه راسا نسوي لها زرعات وشغل. فتحوا يسوون لها زرعات لقوا سبونج بون جوا عظم اسفنجي، سووا لها ترقيع عظمي ونحت عظم كامل. ورا فتره سووا لها زراعه، ورا فتره سووا لها تجميل لثه وكملنا اي مو هي يعني انا ما دخل بالجراحه، الجراحه ما احبها كل شيء اعرف هذا الحكي عمرها 15 سنه اي متشوه اولادي عندها يعني هي اصلا ما عندها اسنان عندها مشاكل يعني وراها كملنا سوينا لها ديزاين ابتسامه بحيث رجعت لها شكل اسنان مو بياض، اخذنا البياض احنا نسميه 1 أم 1 اطباء الاسنان يعرفون اللون اللي يكون اللون الطبيعي مال الاسنان مو البياض ولا نقول على الاسنان على صفر لا البياض الطبيعي ورجعنا شكل وتفاصيل الاسنان والبنيه راجعتني يعني العام شيكناها وهي عندها مراجعه هم هسه اطباء الاسنان حصدتوا ثمار تعبكم بالتطور التكنولوجي ما شاء الله الحمد لله مو باعي كل فتره ينزل شيء يعني هسه نظام البنج الجديد نظام الكتروني قبل كان انا اخاف عندي فوبيا يعني نقعد على الجهاز يشتغلوا لي الشباب اطلع مخلي موظفين لان يعني بصرخ وما اضوج انا يعني عندي فوبيا من هالشيء النظام الالكتروني الجديد حقن جهاز يحقن البنج يختار السن بس السن لا اللثه ولا اللسه ولا شيء ويطلع بدون تحسين لا بالالم ولا كل شيء ولا طبيب مديده ولا هم يعزلون. ممتاز، انت طبعا كل فتره يعني اكو تقنيات جديده تخلي الناس شويه تحب طبيب الاسنان، لان يعني الكل يخاف من طبيب الاسنان. هو فوبيا مع العلم انا يعني والدتي خريجه دوره الصين الشعبيه جامعه بغداد طب اسنان هي ثاني دوره بالعراق تخرجت، فانا اخذت واسطه طب الاسنان، قبل كنت افوت وياها العياده كان الجهاز نسميه هندر ويرفع وباع البنج والهاي وهالشون وقبل ما كان اكو نظام حشوات وهاي بالتسعينات وغيرها راسا هذا السن يا دوب يحشوا له ويقلعوه هسه النظام كله اختلف يعني هسه داخلين العياده مجرد الراحه النفسيه نهيئها لازم للمراجع انه اذا يسمع ميوزك شاف حوض اكواريوم اسماك بحريه قدامه حديقه يرتاح نفسيا حتى الم السن وهو يخوف يعني يهود عليه من نشتغل طيب نجي يطلع مرتاح نفسيا الجانب النفسي مهم واكو ناس احيانا الطب ما يشوف قدامهم الالم دكتور صباح احنا نشكرك كلش على كل المعلومات اللي قدمتها شكرا لك طيب دكتور شكرا جزيلا والله مشاهدينا نروح فاصل وراجع لكم مشاهدينا وصلنا وياكم إلى فقرة تواصل راح نشوف شنو هي الأخبار والفيديوهات اللي صدرت مواقع التواصل الاجتماعي. عادت الفنانة العراقية شذى حسون إلى واجهة التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت أغنيتها الجديدة حلم عمري باللهجة المصرية، وحصلت على أكثر من 1,000,000 مشاهدة على اليوتيوب بعد يومين من إطلاقها. وصورت الفنانة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد، وتحمل الأغنية الطابع الرومانسي السريع، وتأتي ضمن قالب موسيقي عصري من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، وظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة ومتنوعة من حيث الأزياء. في واقعة غريبة لاقت استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلف، أقدم مليونير أسترالي شاب بإحدى مقاطعات مدينة ملبورن على رفع سيارته الفارهة من نوع مكلارين إلى شقته في الطابع 57 قبل أن يتفاخر بذلك عبر صفحته الشخصية على انستغرام. ونشر المليونير الإسباني أدريان المعروف باسم لامبو مشاهد عبر صفحته على انستغرام، وثق خلالها عملية رفع المكلارين معبرا عن فخره بذلك وحبه للسيارات الفارهة، يعني من حقه. خلينا نشوف الفيديو. Wally, they're roping up now, buddy. It's just a race car, so you can't register on the streets, so it was just sitting in a factory anyway, so I might as well, you know, give it the title it deserves. Went up very quick, didn't it? It was just on the floor 1 minute and straight up there. It is a big relief. It got up there without any dramas. Thank God it didn't blow over. كان لازم تكملون لنا الفيديو، بدنا نشوف السياره هسه وين راحت البارك مالت الشقه، يعني وين هبطت السياره. لا وش قد بقت يعني هذه الاخبار الحلوه، الاعداد هاي الاخبار الحلوه بها هيك ثراء، طاقه الثراء يعني بالاخبار. واخيرا تعرض ضابط متطوع من شرطه لوس انجلوس الامريكيه لهجوم مروع من قبل سرب من النحل، وسجلت كاميرا فيديو لحظات الهجوم الصادمه، واظهرت الضابط وهو يحاول إبعاد النحل عن وجهه بينما يفقد توازنه ويسقط أرضا. خطير هذا. وأصدر مكتب الأطفاء في مدينة لوس أنجلوس تحذير للسكان بضرورة البقاء بمنازلهم، إغلاق النوافذ والأبواب، وتم إرسال فريق خاص لإزالة هذه الخلية. خلينا نشوف الفيديو. مشاهدينا، طبعا من المعروف انه ابرز السمات التي تحدد هويه كل شعب او جمهور هي اكيد اللهجه، لذلك من اسهل الطرق اللي ممكن تخليك تتعرف على شخص المقابل من خلال لهجته، خاصه العراقيين يعني معروفين بلهجتهم المميزه، اي شخص يتحدث وياك راح تعرفه اذا هو من الشمال او الجنوب او الغربيه او حتى المناطق في شرق العاصمة. وحتى بالعاصمة بغداد أكو فرق بين منطقة ومنطقة، يعني أهل الكاظمية عندهم لهجة، العظمية عندهم، وتفاصيل هواية. نعم علي مروان صار يومين سوالفة ما تخلص وتحدانا لمعرفة معنى كلمة شاقوشة، يقول ما موجود معناها حتى بالجوجل. فعلي يعني اقترحنا له انه يروح الى شارع المتنبي باعتبار اكو كثافه سكانيه هناك، ويسال الناس شنو معنى كلمه شاقوجه. صباح الخير علي مروان. علي مروان دا يقولون هي ما موجوده بالجوجل، فحتى السيرش ما راح ينفعكم، فلازم يسولف ويا الناس هيك خلص على ارض الواقع واز لايف. يسعد صباحك علي مروان. يعني علي هاي السوالف الحلوه واعرف يعني هي سوالفك ما تخلص، بس يعني على الاقل كلمه نقدر نلقاها بالجوجل، نقدر نلقاها بالسيرش. انا متحمسه اعرف اجابات الناس. يسعد صباحك علي. نعم، صباح الخير آية، صباح الخير أريج، صباح الخير على كل مشاهدي يو تي في. يعني هي اللي يدور ما يتعب، يعني أو اللي يدور يلقي، فإذا تدورون عليها زين راح تلقوها. ولا أنا شلون أعرفها؟ يعني كلمة شاقوشة هي واحدة من الكلمات البغدادية القديمة المتداولة سابقا، قلة جدا اللي يعرفون معناها، والدليل كل ما أسألكم ما تعرفون معناها. حاولت أسأل أكثر من شخص همين ما عرف معناها إلا المختصين بالتراث العراقي وباللهجة العراقية القديمة، لأن كلنا ندري أنه اللهجة العراقية القديمة مأخوذة من يعني عدة مصادر، ممكن يعني عن طريق الاحتلال العثماني أو عن طريق الانتداب البريطاني، وقبلها حتى يعني عن طريق الفترة العباسية. داولت كثير من الكلمات على أرض بلاد وادي الرافدين، لكن ظلت بعض هذه الكلمات متداولة بالشارع العراقي حتى اليومنا هذا، وبعضها اندثرت استبدلت بكلمات أخرى. كل ما تجي حقبة جديدة على العراق وعلى بغداد ممكن تتغير هذه الكلمات. شاقوشة واحدة من هذه الكلمات اللي قلة يعرفوها مثل ما ذكرنا. اليوم راح نحاول أن نسأل الناس شنو معنى هاي الكلمة، شنو أصل هاي الكلمة، حتى نشوف معلومات الناس الموجودة، وبالأخير راح أحقق حلمكم وأذكر لكم معنى كلمة شاقوشة. خلينا نبدأ ويا الحج هنا. صباح الخير عمو، شلونك؟ شلون صحتك؟ عندنا كلمة بغدادية قديمة نريد نعرف شنو معناها وشنو أصلها. كلمة شاقوشة. شاقوشة هي عبارة عن سكينة صغيرونة، هاي بالستينيات كانوا يستخدموها الشياب، يقشون بها خيارة، تفاحة، بيطلع القهوة، فاي يسمون شاقوشة. عبارة عن سكينة صغيرة هالكبرها تصير، هاي تراثية قديمة يستخدموها الشياب قبل بالستينيات بالأربعينات، وأبوي كان يستخدم مثل هاي الشغلة. حلو. نعم. اذن صحيح الحج يعرفها، ايش بيكم لعد ما تعرفوها من اسالكم؟ زين شنو اصلها عمو؟ هي اصلها كلمه تركيه، شاقوشة اصلها كلمه تركيه قديمه من كانوا الاطلاق يعني مستحلين العراق وكذا، فهي موجوده بيناتهم، فجماعتنا يعني نقلوا الكلمه هذه للبغداديين الاصلايين اللي موجودين بالبغداد. خلاص شكرا جزيلا لك عمو، شكرا لك. يعني مثل ما شفنا الحجي ما شاء الله عليه معلوماته كلش حلوه، وانا اكثر من مره اساله على كلمات ويعرف معناها ما شاء الله. نعم. انت بعد ما يحتاج تفتر، خلص حصلت الجواب. انا طبعا دا ادور بالجوجل وطلع لي، بس هيك يعني شويه يحتاج واحد يدور اكثر من مره يسوي سيرش. طلعت لي انه السكينه الصغيره. شوف الحج راسا جاوبها، والله ما شاء الله يعني عنده خوش معلومات بغداديه، لان اكو هوايه كلمات اندثرت. اي حرامات يعني، للاسف الحج كان اول واحد، لو بالاخير كان صارت عدله، بس ما نخالف نكمل ويا الموجودين هنا بشارع المتنبي. صباح الخير، شلون الصحه؟ ما عندنا شيء، لا تقول لي ما اقدر اقطع التصوير ابد. اوكي اوكي زين. عندنا اوكي ناكل وياك همي. نريد معنى كلمه بغداديه قديمه، اذا سامع بيها تقول لنا شنو معناها. كل شيء ما اعرف انا عمي، كلها تنهزم بعد ما عارف شنو السؤال. زين خلينا نكمل ويا الموجودين هنا حتى نشوف معلوماتهم بخصوص الكلمات البغداديه. صباح الخير عمو، شلون الصحه؟ ان شاء الله بخير. مرحبا. عندنا سؤال عن كلمه بغداديه قديمه، نريد نعرف شنو معناها وشنو اصلها. كلمه شاقوشة، سامع بيها؟ شاقوشة؟ اي لا ما اعرف. ما تدل على فد شيء معين ببالك؟ لا ما سامع بيه. لا ما سامع. تمام، شكرا جزيلا لك. هذا نكمل ويا المواطنين الموجودين اليوم بشارع المتنبي حتى نشوف معلوماتهم حول هذه الكلمة. وطبعا كثير من الكلمات العراقية خاصة البغدادية يعني مختلفة عن ما موجودة اليوم، يعني كلمة شاقوشة وغيرها من الكلمات اللي ممكن تكون متداولة ببغداد سابقا، ممكن كثير منها ما موجود حاليا أو تغيرت تسميتها، فكثير من الناس ما يعرفوها. لكن احنا نحاول نسترجع الارث اللغوي وارث اللهجه الموجود اليوم بلغتنا ولهجتنا العراقيه. اذا ممكن نتقدم بعد اكثر حتى نشوف ناس اكثر ممكن يتحدثون عن هذه الكلمه ونشوف معلوماتهم حول كلمه شاقوشة. ايا اريد اسالك انت، يعني من سمعتي كلمه شاقوشة ما خطر ببالك فشي؟ ما سمعتي فشي معين ممكن ما جت ما اجى ببالك فد معنى معين للكلمه؟ علي يعني للامانه المفردة اذا واحد يصفن بيها اكثر اللي يسمعون بيها نعم. يخيلوها بهذا نعم المعنى. اذا واحد يصفن نعم. بيها انا متاكده راح يحصل صراحه على شويه فشي قريب، لان باعتبار شويه هي قريبه من مفردة الشاكوش اللي يعني اوكي احنا نتداولها هاي المفردة، بس يعني هاي قريبه لغويا بالضبط، انه ما توقعت انه راح اسمعها بيوم بشكل وهي مؤنثه، فشويه استغربت وصار عندي شويه اس وانا متعوده يعني صحيح. على سوالفك، بس علي الناس اللي ما راح تعرف الاجابه نعم. انت قول لهم انه يتابعون صباحكم على اليوتيوب حتى يعرفون الاجابه الناس حتى نسالهم. لازم ما تسال الشباب علي. نعم صباح الخير عمو، شلونك؟ شلون صحتك؟ هلا حبيبي. اريد اسالك عن معنى كلمه شاقوشه. شاقوشه؟ كلمه بغداديه قديمه. هي بغداديه تسكينه الزغيرونه. كل شيء يسموها شاقوشه. ما شاء الله. شلون عرفت؟ هاني؟ شلون عرفتها؟ ليش خالي؟ كنتم متداوليها قبل يعني سابقا؟ عمرنا هذا كله ما نعرفها لحد الساعه. الله زين شنو اصلها عمو؟ كلمه تركيه. اي كلمه شاقوشه تركيه مو عراقيه. زين منو كان يستعملها؟ الشقاوات قبل لو الناس العاديه؟ مثلا عاديه هي هالقد وتسكينه شويه اكبر من المقاضه. زين. اي. هاي ناس تخليها نبات كانوا قبل مثل نقول شيابنا كان يقعد بالقهوه نبات يجيبوا له رقيه يشيبها بيها بطيخه هاي شاقوشة. تمام شكرا لك شكرا لك عمو. اذا يعني كبار السن ما شاء الله عليهم يعرفوها اكيد يعني وكانوا يستعملوها قبل. خلينا نحاول نسال شباب نشوف الشباب يعرفون معنى شاقوشة لو لا. تعالوا وياي. صباح الخير شلونك؟ شلون الصحه؟ عندنا سؤال عن كلمة بغدادية قديمة، نريد نعرف معناها. تمام؟ ما عندي اريد اسمع منك يجوز تعرفها. ما اعرفها صدق. كلمة شاقوشة سامع بيها؟ لا ما سامع بيها. ابد ما سامع بيها قبل؟ ما سامع بيها. يلا تمام، هسه ارجع لك واقول لك معناها فد شوي. تمام. اذا نكمل ويا الناس الموجودين اليوم بشارع المتنبي حتى نشوف قد عدد الناس، نسبة الناس اللي ممكن يعرفون باللهجة العراقية، اللهجة البغدادية القديمة اللي كانت متداولة ببغداد وحتى في المحافظات العراقية سابقا. صباح الخير شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. عندنا كلمة بغدادية قديمة نريد نعرف معناها، مر عليكم قبل لا كلمة شاقوشة. شاقوشة؟ أي شاقوشة يعني هي قريبة لكلمة الشاكوش يعني لو لا؟ هي ككلمة قريبة بس كمعنى. زين اساعدكم، هي هم أداة بس مو شاكوش، غير شيء. مو شاكوش ما لا تتصور عمرنا لهالمستوى واصل قبل 200 سنه يعني على ما نعرف هيك مصطلح. انا مدرس لغه عربيه، اسالني بالعربي اقدر اجاوبك. انا 20 سنه ما راجع للعراق، هاي اول مره. اي صار له 4 ايام من رجع. مستحيل من سابع المستحيلات نعرف هذا المصطلح يعني. لا اي لا عاد خل اقول لكم معناها حتى تستفادوا. اي والله عاد نستفاد. شاقوشة هي السكينه الصغيره اللي كانت تستخدم سابقا. كلش بعيده هاي. تمام كلش بعيده. وما كانوا يسموها شاقوشة ليش ما ادري بعد، بس هي كانت اسمها شاقوشة. بس لو نبقى 200 سنه ما نعرف هاي الشغله لانه بعيده عنا. انا اشكركم واشكر هذا اللقاء. شرفنا على راسي. اذا يعني حتى كبار عمر اريد هاي اعترفتوا انه اخو الشباب، بس حتى كبار بالسن يعني ما يعرفون معناها. اعتقد هي كلش كلمه قديمه. احنا اليوم موجودين يعني بشارع المتنبي يعني شوف هسه اكو كلمات قديمه مطلعين على الكلمات البغداديه القديمه. اكو هنا زميل بس انهزم ما يريد يسوي لقاء. فنكمل ويا الموجودين بشارع المتنبي. صباح الخير شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. عندنا سؤال عن كلمة بغدادية قديمة نريد نعرف معناها، كلمة شاقوشة شنو معناها؟ والله ما سامع بيها. ما مر عليك قبل؟ لا أبد. صديقك اللي وياك حبيبي والله لا والله ما أعرف. شاقوشة ما مر علي والله. شاقوشة هي السكينة الصغيرة اللي كانت تستعمل سابقا، موجودة لحد الآن بس تغيرت تسميتها. تسميات تمام. اقعد حذروا جماعتكم بيها وما راح يعرفوها. شكرا حبيبي. حبيبي. اذا نكمل ويا ناسنا الطيبه الموجوده اليوم في شارع المتنبي. نشوف من اللي يعرفها. صباح الخير عمو شلونك؟ شلون الصحه؟ اريد اسالك عن كلمه بغداديه قديمه تعرف معناها لو لا شنو اصلها؟ كلمه شاقوشة. شاقوشة شاقوش هذا؟ لا مو شاقوش. شاقوشة. شاقوشة؟ اي لا انا اللي اعرفها تشاكوش، هي جزء هي قريبه للتشاكوش، مساله غير معنى، هي هم اداه. اي هو كانت تستعمل قبل امتداد للتشاكوش يعني اعتبره ما يلا تمام. ان شاء الله تعرف هسه شويه. صباح الخير يو تي في، صباح الخير، شلون الصحه؟ عندنا سؤال عن كلمه بغداديه اسمها شاقوشه، شنو معناها؟ شاقوشه؟ لا شاقوشه؟ شاقوشه. شو شاقوشه؟ شاقوشه. هسه من نخلص اقول لك شنو معناها، حتى الشباب لا يغشون لي، راح نسوي وياهم لقاء. تعال وين؟ راحوا الشباب. شكرا عمو، شكرا لك. اذا نكمل ويا الموجودين اليوم بشارع المتنبي، نشوف شنو معنى كلمه شاقوشه. صباح الخير. اخوي العزيز. شنو معنى كلمه شاقوشه؟ شاقوشه؟ شاقوشه. شاقوشه والله ما اعرف، ليش تكذب عليك؟ ما تعرف معناه. ان شاء الله اذا اعرفها اتجاوب عليك. تمام، شكرا جزيلا لك. اذا مثل ما نشوف اكو ناس يعرفوها، ناس ما يعرفوها، ممكن يعني كبار السن هم اكثر فئه يعرفون معناها، لكن اكو بعض كبار السن ايضا ما يعرفون معناها. فنشوف الموجودين اليوم بشارع المتنبي ايضا من ناس، نحاول ناخذ شباب، نشوف معلومات الشباب باللهجه العراقيه، نشوفهم يعرفون معنى كلمه شاقوشه او لا. صباح الخير، شلونكم؟ عندنا سؤال عن كلمة بغدادية قديمة، نريد نعرف معناها، تعرفوه أو لا؟ كلمة شاقوشة. شاقوشة؟ أي. هي مو المدقة نفسها القديمة اللي يستخدموها بال أهل الحدادة؟ لا. I don't know. شوف الأخ. زين، تعال، شلونك؟ شلون صحتك؟ سامع بشاقوشة؟ قديمة هاي حيل. هي قديمة طبعاً، أنا ليش لا أسألك على الجديدة؟ قديمة، شنو معناها؟ شاقوشه. هسه لا هي شاقوشه، مو شاقوشه، شاقوشه. شاقوشه؟ اي. اعتقد يستخدموها بالمعاجن هاي مال الحديد ماكو؟ لا. يطرقون بيها؟ لا. تعال عي جاسم ابو التاريخ. وانا ابو التاريخ. انا ما قدميه بالتاريخ. تعال ابو التاريخ، بس هي ما لها علاقه يعني بالتاريخ كمناهج، المطلع على اللهجه العراقيه، تاريخ اللهجه العراقيه ممكن. انا قديم. ها قديم. اي. زين. كلمة شاقوشة شنو معناها؟ والله ما اسمع بيها. أنا ما أريد أفشلك قدام الولد يعني وتعريفها، بس هي قليل يعرفون معناها. والله ولا سامع بيها أبد. ما سامع بيها. أي والله. زين، نسأل الأخ هنا، كلمة شاقوشة؟ ما أعرفها والله. ما تعرفها؟ لا لا. ما مر عليك قبل، ما تدل على فد شيء معين؟ ما مر، أول مرة أسمعها. يلا تمام، إن شاء الله فد شوي نقول لك شنو معناها. إذا خلينا نكمل منا زميلنا المصور، تفضل ويانا. نسأل عن معنى كلمة شاقوشة. صباح الخير، شلون الصحة؟ عندنا سؤال عن كلمة بغدادية قديمة، نريد نعرف شنو معناها. كلمة شاقوشة. هي راحت ويا قديمة. لا شلون راحت؟ غير تعرف معناها، تاريخ لهجة بلدك هذا. ما أعرف والله. ما تعرفها. تمام، سفت شوي عود نقول لك معناها. صباح الخير، شلونك عمو؟ شلون الصحة؟ كلمة شاقوشة شنو معناها؟ شاقوشة؟ اي. خاف اسمها شاقوشة. لا مو شاقوشة. 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 يا قديمة هاي، مو بس ما نسيتها والله. ما تدل على فد شيء ببالك اذا تركز بيها شوية. شاقوشة؟ اي. يعني لقب لها لو. لا هو اسمها هذا. والله ما اعرف استاذ. يلا تمام، شكرا جزيلا حبيبي. شوف الشباب هنا من يعرف، خوش لما ما شاء الله. صباح الخير، شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. نريد نعرف عن، نسأل عن كلمة بغدادية قديمة. دندار علينا شوي، ما راح ناخذ فلوس منك والله. شلونك يا حبيب؟ شلون الصحة؟ نريد نسأل عن كلمة بغدادية قديمة اسمها شاقوشة. ما اقدر اسال بس لان ما التهي بشوي، ما اقدر. ما تعرفها ولا لا؟ لا لا ما اعرفها. ما تعرفها. تمام، شكرا جزيلا. نشوف باقي الناس الموجودين. لا علي، شكرا هوايه لكل يعني هاي عرفنا نسبه الناس اللي يعرفون هذه الكلمه علي. الناس اللي ما يعرفون هذه علي علي، احنا تعبناك اليوم. نعم. ويانا خاصه من الاجواء حاره والمتنبي. نعم شكرا على هذه الجوله. نعم شكرا جزيلا لك علي، كنت ويانا من شارع المتنبي، صراحه استمتعنا جدا وياك ويا كل اللي شاركونا بهذه التغطيه، وننتظرك احنا بمفردات جديده وبسوالف جديده حلوه، بس على الاقل شويه اشياء ابسط واقل حتى الناس شويه مدوخ ونقدر نحصل على اكثر عدد من الاجابات. شكرا جزيلا لك علي. مشاهدينا باقيين ومكملين وياكم. شنو عندنا أريج؟ عندنا موهبه اكيد. كل خميس احنا دائما نحتفي بمواهبنا الشابه، واليوم عندنا موهبه شابه، انتظرونا بعد فواصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد الى واحة الفن والابداع وموهبة فنية جديدة في فقرة فنون جميلة. ابقوا ويانا. اليوم ويانا موهبة شابة موسيقية، ويانا العازف أحمد القاسم، راح نتعرف عليه وراح نتعرف شلون بدأ مشواره بهذا المجال. أهلا وسهلا أحمد، صباح الخير بك أحمد. أهلا وسهلا. بداية أحمد شوي أريد تعرف الناس عن نفسك، بطاقة تعريفية. أنت خريج شنو تدرس؟ تمام، أنا أحمد القاسم، عازف كمان وطالب طب أسنان مرحلة ثانية. ممتاز. وعضو في أوركسترا السلام للعود العراقي بقيادة المايسترو مصطفى زاير، وطالب عند الأستاذ جنيد محمود. يعني بديت أدرس الآلة على المنهج الغربي. احكينا شوية تجربتك بأوركسترا السلام وانضمامك لها، صار لك كم سنة وياهم؟ صار لي يعني من ويا بداية تأسيس الفرقة. الحقيقة كان انضمامي عن طريق الصدفة تقريبا. أستاذ مصطفى سمعني أعزف، قال لي أنت تعرف تعزف، وشاركت قال لك تعال انضم ويانا، انضم للفرقة. أنا أصلا كنت يعني دا أدرس يم أستاذ جنيد وسمعني أستاذ مصطفى. حلو. وكانت تجربة حلوة يعني، أول مرة صعدت على المسرح الرشيد. حلو. بالبداية دائما نحب يعني ما نطول هواي بالسوالف لأن نحب نسمع، وأنت يعني أكيد عندك هواي أشياء تحب تعزفها. طبعا. بس أنت محضر أشياء، فسمعنا أول شيء أنت محضره. تمام، هسه راح أسمعكم سماع الأستاذ مصطفى زاير. نعم. طريق الياسمين. طريق الياسمين، جزء بسيط. نعم. ممتاز. حلو. طبعا كل اطباء الاسنان عندهم مواهب فنيه، انا هيك الاحظ دائما عندهم موهبه موسيقيه او موهبه رسم. خلي شويه نحكي انه انت صار لك ايش قد بهذا المجال؟ انا اللي اعرفه انه انت ذكرت صار لك 4 سنوات. 4 سنوات. شلون بالدراسه والاعداديه وشلون طلعت معدل من قبل الطب اسنان وانت يعني تعزف وياخذ وقت؟ كانت بنهايه الثالث متوسط، رابع اعدادي، وبديت طبعا بالبدايه الدعم كان من والدي. والدي يعني الداعم الاول لي، واقاربي مصطفى اصدقائي ويعني كل الناس دعمتني بالبدايه والمدرسه ايضا. انت اختاريت الكمان؟ اي انا اختاريت الكمان لان الكمان يعني آلة حلوه وآلة يعني مميزه، ويعني من انا وصغير كنت اشوفهم العازفين الكبار على التلفزيون يطلعون، فآلة عجبتني وتعلمتها. تمام. احمد انت راح تستمر بآلة الكمان، اكو مشروع انه انت تتعلم آلة اخرى؟ لا انا اعزف اكثر من آلة. حلو. اعزف عود، اورج. حلو. اكثر من آلة اعزف، لان هي آلة الكمان تقريبا هي الموسيقى بصوره عامه، من تفهمها راح تقدر تعزف باقي الآلات مجرد تتمرن عليها. عندك كمان كمان كهربائي؟ كمان كهربائي هو ماكو فرق بين الكمان الكهربائي والكمان الخشب. فعلا؟ فقط بالصوت؟ بالصوت يعني. نعم. مجرد الكمان الكهربائي يكون بباور اكثر، يعني يربط على سماعات، وبنفس الوقت هسه يعني هو الموسيقى تتطور، فالموسيقى تطورت تحول من الخشب الى الكهرباء على مود يعني نواكب التطور. تواكبون التطور. حلو، احكي لنا شويه احمد على مشاركاتك ويا الفرقه. شنو تعزف اخر شيء؟ شنو الاشياء اللي انت تهواها؟ اي الوان من العزف انت تفضل؟ تمام، انا بالنسبه لي افضل العزف العراقي. يعني كلش احبه. مشاركات ويا الفرقه يعني بدات باول مشاركه بافتتاح مسرح الرشيد، يعني اول حفله كانت لنا الحياه. نعم. وبعدين استمرت الحفلات، واخر حفله كانت عندنا مشاركة بتسليم الجوائز للمنتخب العراقي بقرية دجلة كانت. حلو. نعم. نعم. على ذكر العزف العراقي، نعم، لازم نسمع شيء عراقي. شنو محضر؟ طارق حمداوي. نعم. طبعا المود العراقي مود يمكن الناس اللي تحبه فعلا كلش تبدع فيه. الا جمهوره يعني. بالضبط. وعازفين ايضا الا عازفين. اوكي. طيب بما انه انت يعني ما صار لك سنوات طويله، والمود العراقي يحتاج صراحه ممارسه كثيره. صحيح. وتمرين واستماع مستمر. صحيح. لان نصف الابداع بالموسيقى يعتبر انه هو سماعي، انه انت تسمع دائما. بالضبط. دائما. فاريد اتعرف اني اليوم على وقت تمرينك باليوم، رغم انه انت طالب طب اسنان، وشلون موازن بين الاثنين؟ ايش قد تتمرن وايش قد تسمع ايضا؟ تمام. يعني آلة الكمان آلة تحب تمرين. نعم. كل ما تتمرن اكثر كل ما الآلة تنطيك اكثر. نعم. صح. التمرين يكون بالعطله يعني اوقات اطول من الدوام طبيعي. يعني بالدوام تقريبا مواكب بين الدراسه وبين بين التمرين. طبعا دراستي يعني تكون ويا الاستاذ بالعطله بس، لان بالدوام ما الحق. بالعطله اتمرن يعني 5 ساعات 6 ساعات اكثر يعني. حلو. احمد احنا بما انه صباحي دائما نطلب اشياء شويه هيك فرحه بيها فرح، فريد فد معزوفه من اختيارك. نعزف يلا فيروز. حلو احمد، احنا نريد نسمع هم فد شيء نختم به الحلقه، نريد فد شيء من اختيارك يكون شرقي. تمام، راح نقسم تقاسيم شرقيه. حلو، نبدي بمقام النهاوند. نعم يلا. الله عليك، ختامي خبر. شكرا لك احمد، نتمنى لك كل التوفيق بهذا المجال، ان شاء الله تتخرج كطبيب وعازف ايضا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك احمد، شكرا لتواجدك ويانا. مشاهدينا وصلنا وياكم الى ختام صباحكم لهذا اليوم، والختام فعلا كان مسك. نتمنى لكم اوقات طيبه بالعطله والويكند مع من تحبون. راح نلتقيكم الاسبوع القادم على نفس الموعد. الختام مع قريب، اذا مع السلامه.